السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي طلبة وطالبات الصف الرابع ابتدائي، معكم مستر أحمد هولجي، إن شاء الله هناخد مراجعة لذيذة كده، بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة، أعطيني العدد 387,932، ويقول لي الأقرب 1000، ما تبصش على الاختيارات على طول، بتحل السؤال بتاعك، أكمل وبعد كده بتختار الناتج من مين؟ من الاختيارات. عايز يسألني أقرب 1000، لما يقول لي الأقرب 1000 بحط 3 أصفار. أقرب 100 أحط 0، أقرب 10 أحط 0. وابص فين خانة الالوف، هو عايز الاقرب 1000، فين خانة الالوف؟ احاد، عشرات، مئات، احاد الالوف. السبعة بص لمين؟ للتسعة، التسعة دي كريمة تدي للسبعة ايه؟ 1، يعني السبعة تنزل كام؟ 8. والغلطة اللي بنقع فيها ما بننزلش بقية الأرقام، لا طبعا بننزل بقية الايه؟ الرقم، من صوت. وبتعدل بص فين في الاختيارات؟ أول واحدة لا طبعا، لو الرقم دوت هو دوت لإيه؟ للمعنى. كل من مئات يعبر عن صيغة عددية. ما عدا بيقول لي 705 450 عصفوره 4 عشرات، طبعا كلمه ايه عصفوره. 25 مليون بيساوي عشرات الالوف. طيب 25 مليون بيقول لي يلا بينا هنزل ال 25، المليون كام صفر يا اولاد؟ ها 6 اصفار، احط ال 6 اصفار وما انساش الايه الكم. بيقول لي عايز عشرات الالوف، عشرات الالوف ادي عشرات الالوف، احط ال 10 والالف كام صفر؟ 3 اصفار. يلا بينا يعني هشيل كام صفر؟ 4 اصفار، ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4، وانزل بقيه الرقم بتاعي. بيقول لي 14 يوم و3 اسابيع يساوي كام اسبوع؟ يعني عايز المساله عندي بايه؟ بالاسابيع، ده اسبوع، ده اسبوع، ده يوم، يبقى مين اللي هيتحول يا اولاد؟ اليوم هحوله لمين؟ للاسبوع. دول 14 يوم، احنا عارفين الاسبوع فيه كام يوم؟ 7 ايام، طب ال 14 يوم يبقى اسبوعين، يعني دول كام اسبوع؟ اسبوعين. 2 زائد 3 5، يبقى كام؟ 5 اسابيع. يبقى 14 يوم و3 اسابيع يديني كام اسبوع؟ ال 14 يوم واسبوعين. ودول 3 اسابيع يبقى 5 ايه؟ اسابيع. من وحدات قياس الساعة اللي هو مين؟ المتر ولا اللتر والسنتيمتر والكيلو متر. طبعا المتر من وحدات الاطوال، اللتر طبعا من وحدات قياس الساعة، والسنتيمتر من الاطوال، والكيلو متر من وحدات مين؟ الاطوال. يبقى الاجابة عندي مين؟ اللتر. السؤال بيقول لي اكمل. اكبر عدد مكون من الارقام ديت، قال لي اكبر ببتدي من ناحية مين؟ الشمال. السبعة بكتب الرقم الكبير، طبعا لو قال لي اصغر برضه ببتدي من هنا، بس مش ببتدي بالصفر، ببتدي بمين؟ بالواحد، بعد كده بس هو قال لي ايه؟ اكبر. اكبر عدد مين عندي؟ السبعة. بعد كده انا خدت السبعة خلاص، اشوف مين الرقم الكبير بعد كده؟ الأربعة. أشوف على الأربعة عشان عيني ما تجيش عليها تاني، آخد مين؟ التلاتة، أشوف على التلاتة، وآخد مين؟ الواحد، وبعد كده مين؟ الصفر. أيوة، واحد، اثنين، تلاتة. ده كده أكبر عدد. 72 ساعة كام يوم؟ طبعا كاسمها طبعا عايز يحول من ساعة ليوم، يعني من صغير لكبير بقسم، هتبقى صعبة علينا شوية. أول يوم فيه كام ساعة؟ 24، اليوم الواحد 24 ساعة. طب اليومين؟ 48. التلات أيام 72. يبقى دي التلات أيام. بيقول لي 36 مليون و273 ألف و138، يلا بينا نشوفه. قال لي كلمة مليون نعمل كام طبق؟ تلات طباق كده جمال. قال لي ايه في الأول؟ 36 مليون، فين طبق المليون؟ هو حد يبتدي من هنا؟ لا طبعا، ده طبق الوحدات، ده طبق الألوف، ده طبق الملايين. 36 مليون أحط هنا مين؟ التلاتة والست، 36 مليون و273 ألف، فين طبق الألوف؟ أهو أحط ال 273، بعد كده مين؟ ال 138. وتأكد ان كل طبق فيه ثلاث اعداد، هم مين؟ الاحاد والعشرات والمئات، احاد وعشرات ومئات، هنا احاد وعشرات ومئات، بس هنا ما ينفعش احط الصفر عشان على الشمال دي مالوش ايه؟ قيمه. وما تنساش طبعا الايه؟ الكون. الصيغه اللفظيه للعدد دوت، بيقول لي العدد دوت، تعال نقراه كده، عايز الصيغه اللفظيه، واحد اثنين ثلاثه ومتقسم، يلا ده كده ايه؟ خمسه، خمسه ايه؟ الاف و 731، يبقى 700. بيقول لي برضه الصيغه اللفظيه للعدد دوت، يلا بينا نراجعها تاني. ها دوت كام كده؟ 5731 و30، 5731 و30. بيقول لي بعد كده النص مليون طبعا بتساوي 500,000،
وممكن نكتبها كده يا اولاد، هنزل ال 500 وال 1000 كام صفر، ثلاث اصفار. هي بيقول لي سيل يعني وصل، بيقول لي 8000 مللي يساوي كام؟ يساوي كام؟ ابص عندي في الاختيارات، اكيد ال 8000 مللي بيساوي كام لتر؟ 8 لتر، عشان لو قسمت انا على 1000 هتلاقي دي تديني كام؟ 8، او ضربت في 1000 تديني 8000. خمس اسابيع بيقول لي بيساوي كام يوم؟ ولا بنشوف هنا في التوقيت، اكيد طبعا مش الجرام، اكيد عندي اليوم، لان الخمس اسابيع بكام؟ 5 مضروبه من اسبوع ليوم اضرب في 7، 5 في 7 بكام يا اولاد؟ ب 35. واخر حاجه عندي ال 3 كيلو جرام، والرقم دوت اللي هو بالجرام يعني 3 كيلو، وانزل ال 320 اللي هو اخر حد دوت. مساله لفظيه، عند دراسة أحد العلماء لبيت النملة وجد بيته عمقه 9 أمتار، 9 إيه أمتار، وما ننساش كلمة أمتار، أوجد عمق البيت بالسنتي إيه؟ متر، يعني عايز يحول البيت من متر لمين؟ لسنتي، يلا أقول له عمق البيت يساوي أي 9 أمتار أحطها، عايز يحول من متر لسنتي، يعني من كبير لصغير المتر فيه كام سنتي؟ 100، يعني هضرب 9 في 100 بكام؟ ب 900، وما تنساش تكتب التمييز عشان تبقى ايه؟ لذيذ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نتقابله في فيديو جديد إن شاء الله.